السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فيديو جديد من قناة وصفات ويوميات فوفا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنعمل المرة دي كرة البعبع، سهل جدا وتفاصيله قليلة. اول حاجة عايزة عجينة من السيراميك اللون الاخضر اللي هي لون الشخصية، وبأي اداة كده هعمل فتحة للبق، هعملها بالمعلقة، سهلة جدا بالشكل ده، بق واسع كده تمام. بعدها لو عندك الادوات ماشي او بظهر دبوس اللي هو بتاع الطرح، هعمل دايرة وهوسعها شوية وهخليها ليها عمق كده شوية عشان اعمل فيها عين بارزة. الشخصية ليها عين واحدة بارزة، فانا عايزة اعملها قريبة للشخصية بتاعتها بالشكل ده تمام. البق بقى بظهر الدبوس برضو هضغط على بدايته ونهايته عشان يدي شكل الابتسامة. نجيب دايرة باللون الأبيض صغيرة كده وأصغر منها باللون الأخضر، هلزقهم في بعض أو أضغط عليها حاجة بسيطة كده عشان يتماسكوا مع بعض. وفي النص هحط لها خرزة لون أسود اللي هو نيل العين تمام بالشكل ده، وهلزقها مكان العين اللي أنا عملت لها فتحة في الوش بالشكل ده تمام. فاضل اعمل معايا في بقه السنان باللون الابيض، هجيب دواير كده صغيرين صغيرين قوي، ثلاثة او اربعة جنب بعض جنب بعض، هلزقهم في بعض واضغط عليهم بحيث يدوني شكل السنان بالمنظر ده. بضغط عليهم من تحت وبسيب المنحنيات التفاصيل بتاعتها باينه، والزياده دي هشيلها بالقطر تمام. هقرب لكم الصوره شويه عشان تشوفوها كده، وهشيل الزياده دي وهستنى الاسنان دي الصغيره تنشف، هعمل منها اتنين تلاته على حسب، وهلزقهم في البق من جوه بحبه غيره مخفف. هي تفاصيل السنان شوية اللي بتبقى مرهقة على بين ما تلزق، عشان كده انا عملت كذا واحدة للاسنان بحيث لو اتكسرت اي واحدة منها اركب التانية. بحط الصف اللي تحت وبعد كده احط الصف اللي فوق. الغيرة طبعا بيساعد معايا ان هي تثبت في مكانها، بس ندهب بالادوات معلش شويه لحد ما تثبت وتنشف جوه الشكل علشان ما تقعش وتبوظ الشغل كله. تمام، بالشكل ده سيبها بقى تنشف براحتها شوية وتثبت. لحد ما الغيرة اللي فيها ينشف شوية تمام. تاخد وقت الغيرة بس ينشف ويثبت لي الشغل بتاعي علشان ما يجرالوش اي حاجة. لحد ما تنشف انا هجهز للشكل فاضل الايدين والرجلين، برضو هما برضو من اللون الاخضر ما فيش اي تغيير. هحضر عجينتي اللي باللون الاخضر، عايزة حتة صغيرة مش كتير. الايدين والرجلين تفاصيلهم زي بعض يعني ما فرقوش كتير عن بعض. اجيب العجينة بتاعتي كده وافردها، ابرمها اسفل بالشكل ده، تمام. هقطع منها بقى الايدين والرجلين
الاتنين يبقوا متساويين قد بعض، حطهم قصاد بعض عشان اشوف مقاساتهم قد بعض. دول الايدين، هضغط على اطرافهم، بداية اطرافهم عشان تعمل كأنها الصوابع، تمام. والرجلين برضو نفس الحكاية، اتنين يبقوا قد بعض. وبالغيرة بتاعي، غيرة المخفف، هبتدي ألزق الإيدين. تمام، حاجة بسيطة كده من الغيرة. هلزق بيها ايديه الاتنين في الجناب كده، والرجلين برضو نفس الحكاية، سهلة جدا جدا. الشكل ده والرجلين برضو هلزقهم بغيرة مخفف برضو. نهاية الرجل هحط لها حتة زيادة كده صغيرة كأنها الصوابع بتاعته، أو كأنها الرجل القدم بتاعه، وأعمل لها خطوط، تمام، وألزقه. منساش بقى في الآخر أحط الدبوس اللي هعلق بيه الميدالية بتاعتي. كده يبقى خلص معانا الشكل. بنسيبه لحد ما ينشف، ياخد وقته خالص عشان بعد كده نلمعه بالورنيش او نلمعه بمقوي الاظافر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.